يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى قرى فلسطين بالقرب من المكان الذي سخط الله به على قوم لوط، مكان فيه صخرة كبيرة عليها أقدام وأيدي ومكان للسجود، وهي محفورة بالصخر، ويقولون إن هذه آثار وأقدام لوط عليه السلام، فهل يجوز زيارة هذا المكان؟ هذا من الكذب، ولو ثبت أنها أقدام لوط وآثاره لم يجوز لنا أن نزوره أو أن نتعبد عنده، مع أن هذا ما ثبت. ومن الذي يمنع أن أحد جاء وحفر هذه الأشياء ونقرها في الصخرة لأجل أن يضل الناس؟ نعم.